مساء الخير. إذا مداخلة بعنوان فلسفة أنطون أوغستين كورنو بين الرياضيات والاقتصاد. أنطوان أوغستين كورنو من مواليد 28 أغسطس 1801 جراي بفرنسا، توفي في 31 مارس 1877 بباريس. هو اقتصادي وعالم رياضيات. كان كورنو أول خبير اقتصادي من خلال المعرفة المختصة بكلا الموضوعين، سعى إلى تطبيق الرياضيات لكي يعالج الاقتصاد، يعني هو تراوح عمله بين الرياضيات والاقتصاد، حاول ترويض الاقتصاد أو معالجة مشاكل الاقتصادية بمناهج رياضية. عمله الرئيسي في الاقتصاد هو بحث المبادئ الرياضية لنظرية الثروة، نشره سنة 1838. يعني هو أبحاث المبادئ الرياضية لنظرية الثروة. كان همه الأساسي هو تحليل توازن السوق الجزئي، والذي استند إلى افتراض أن المشاركين في عملية التبادل هم إما منتجون أو تجار هدفهم تعظيم الربح، لذلك تجاهل مفهوم المنفعة. كانت أهم مساهماته مناقشات حول وظائف العرض والطلب وإقامة التوازن في ظل ظروف الاحتكار والمنافسة الكاملة، وتحليله لتحويل الضرائب والذي تعامل معها كتغيرات في تكلفة الإنتاج، وناقش أيضا مشاكل التجارة الدولية. كان كورنو هو أول خبير اقتصادي يقوم بتعريف ورسم منحني طلب لتوضيح العلاقة بين سعر السلعة والطلب عليها، وشرع في إظهار أنه يتم الوصول إلى نتائج ناتج معظم للربح المنتج عندما تكون التكلفة الحدية تكلفة إنتاج وحدة إضافية واحدة مساوية للإيرادات الحدية، الإيرادات المحققة من بيع وحدة إضافية واحدة. فقد هذا العمل حتى إعادة اكتشافه بواسطة جوان روبنسون بعد قرن تقريبا، فقد ولكن تم إعادة اكتشافه بواسطة جوان روبنسون بعد قرن. على ذلك قدم كورنو فكرة مرونة الطلب، رغم أنه لم يستخدم هذه العبارة. بشكل عام تسأل كورنو إلى أي مدى تتيح الأدوات الرياضية فهم الاقتصاد والفلسفة. من خلال اتخاذ قرار في عام 1905 بتكريس عدد خاص لفحص أفكار كورنو، قصدت مجلة تحرير هيئة تحرير مجلة ميتافيزيقا وأخلاق لفت انتباه جمهور الفلسفي إلى الأعمال التي تتجاهل بشكل عام للغاية. شخصية مثل كورنو لا يخلو من التناقض في الواقع، التنوع الكبير والكثير كالطابع غير قابل للتصنيف للعمل الذي يرتبط فيه البحث الرياضي والتحليلات الاقتصادية والاعتبارات الفلسفية على وجه التحديد، بشرح أفضل من الأسياء المرتبط منذ فترة طويلة بالاحتمالية ومراجعة التقدير النسبي المقدم إلى الأعمال التي تشكلها باستثناء مع ذلك البحث في المبادئ الرياضية لنظرية الثروة، وهو كتاب دقيق وهام. نشرت الأعمال الكاملة لكورنو من ناحية، والدراسات بمناسبة الذكرى المئوية لوفاته من ناحية أخرى، يمثل خطوة مهمة في معرفة هذا المؤلف الذي شغل على وجهه الخصوص بسبب التحليل العشوائي على أساس مفهوم الحديث المصادفة، هذه الاحتمالية العلمية التي تجاهلها أوغستين، بينما وضعها كورنو في مكان بارز في تاريخ الأفكار. نبدأ بكورنو الإبستيمولوجي والفيلسوف. كورنو هو أيضا فيلسوف يفكر في التعبير والاختلاف بين الحتمية الجسدية والحياة والحرية والمصادفة، وقد ساهم في التفسير الأصلي للمصادفة. الصدفة ليست مجرد تعبير عن جهلنا بالأسباب كما يعتقد الفيزيائي الحتمي بيير سيمون دي لابلاس. يعرف كورنو الصدفة في الاقتراح الذي أصبح مشهور على أنه اجتماع بين سلسلتين سببيتين مستقلتين، يتم تحديد الأحداث في حد ذاتها تماما على أنها سبب والنتيجة، أنه من اللقاء الذي لا يمكن التنبؤ به من تدخل سببية مستقلة جديدة في تشكل عملية تولد الصدفة. بعبارة أخرى يؤكد كورنو في أطروحه حول تسلسل الأفكار الأساسية في العلوم وفي التاريخ لقاء بين حقائق مستقلة عقلانيا عن بعضها البعض. بفضل البحث الحالي حول الفوضى الحتمية تمكن من اختراق أسس طبيعة الصدفة كما ذكر كورنو. الأحداث التي تؤثر على نظام معقد مثل النظام الشمسي لا يمكن التنبؤ بها جزئيا، بالعكس تأكيد لابلاس أن الخوارزميات الحتمية ستفسر الفوضى. إذا عرفنا الظروف الأولية للكون سنكون قادرين على تحديد الحركات المستقبلية والماضية. أخيرا تفكر كورنو باتباع الفلاسفة الألمان مثل كريستيان وولف في صياغة العلوم فيما يتعلق بموضوعاته.
وهكذا انتقل تدريجيا من المادي إلى مجال النشاط الحيوي، ثم من الحيوي إلى مجال العقل المجرد. العلوم الإنسانية لها كهدف وسيط، حيث ترتبط عضوية اللغة والمجتمع والأديان ونشاط العقل المجرد. نأتي بعد ذلك في القسم الثاني، كورنو كمؤرخ للعلوم. وعرف كورنو التاريخ بأنه مفهوم خطي، في الواقع كتب أن التاريخ يحتضن تعاقب الأحداث في الوقت المناسب في الزمن المناسب. ستتبع الأحداث بعضها البعض مثل إفريز كرونولوجي، بينما سيكون العلم وفقا للفيلسوف مفهوما دوريا. لما يكتب يصف العلم تعاقب الخسوف، علم الفلك وانتشار الموجات الصوتية، الفيزياء ومسار المرض الذي يمر بمراحل منتظمة، الطب. الربط الوحيد بين هذين المفهومين هو الزمن. في الواقع يتطور التاريخ بمرور الوقت، تتكرر العلوم بمرور الوقت. وقد أدى هذا البحث عن طريق الصدفة بكورنو إلى تجديد فلسفة التاريخ. في الواقع يجب مقارنة هذا البحث بالجزء الخاص بقوانين تطور القوى البشرية الذي كتبه فيلهام فون هومبولدت في عام 1791، حيث قارن الأخير العلوم الإنسانية المستقبلية بالنموذج الفيزيائي للسببية. ربط كورنو بعد هومبولدت دور الفرد في التاريخ بأثار البناء في العلم الاجتماعي. تحدد بنيوية طيار من العلوم الإنسانية التي تدرك الواقع الاجتماعي كمجموعة رمزية من العلاقات البنيوية. دور الفرد ذائي، لأن البنية الاجتماعية هي التي تصنع التاريخ، حتى لو كان دور بعض الشخصيات لا يمكن إهماله. التاريخ ليس علما لعدم وجود قوانين ولا نتيجة صدفة خالصة، مما يجعل سرد التاريخ مستحيلا أو فوضويا. من المسلم به أن اختيارات الفرد تلعب دورا كبيرا، ولكن يجب أيضا مراعاة التأثيرات البنيوية. ولذلك فإن المعرفة التاريخية تقع عند التقاء هذين النقطتين أو المنطقتين. هنا هذا لا يعني أن دور الشخصيات العظيمة اللي كان يذكر يجب مقارنة كل من مفهوم الصدفة والتاريخ بنصهم دولت حول قوانين تطور القوى البشرية الذي قلنا ظهر العين سنة 1791. لاحظ مع ذلك أنه إذا قدر كورنو عمل الأخوين هم دولت فلن يتمكن من قراءة هذه المسودة لأنها لم تنشر خلال حياته. بعد ذلك بعد مؤرخ العلم نأتي إلى كورنو كعالم اقتصاد. في الاقتصاد الجزئي عمل على الاحتكار والتوازن بين منتجين، يعني تم تعميم لاحقا تحت مصطلح التوازن. وقد مفهوم المرونة في الاقتصاد والتكلفة الحدية أثر عمله في مجال الاقتصاد على تفكير ليون والراس، أحد مهندسي الثورة الهامشية. يبقى كتاب الرائد حول هذا الموضوع بحث عن المبادئ الرياضية لنظرة الثورة، وهو كتاب لن يتم التعرف على أهمية النظرية إلا بعد ذلك بوقت طويل. المكان التأسيسي للرياضيات في عمل كورنو. نبدأ بكورنو والاحتمال. في عام 1843 قام كورنو بأول محاولة جادة لتحسين نظرية الاحتمالات. فرق بين ثلاث أنواع من الاحتمالات: احتمالات موضوعية واحتمالات ذاتية واحتمالات فلسفية. يتبع الاثنين الأولين تعريفات الأنتولوجية والمعرفية القياسية. أنا بالأساس ما عرفه كينز على أن وجود قيود عقلانية كافية لجعل درجة الاعتقاد أو درجة التأكيد فريدة من نوعها، ولهذا نعم تشبه فلسفة الإحصاء اللاحقة بمعلومات معينة معروفة سابقا. المقولة الثالثة تشير إلى الاحتمال الذي يعتمد بشكل أساسي على الفكرة التي لدينا عن بساطة قوانين الطبيعة. هذه هي الفلسفة المتكررة الأصلية المبنية على عينات من الأعداد الكبيرة بنتائج عشوائية حقا. من خلال الإشادة بكورنو كأب للاقتصاد الرياضي، أكد والراس في وقت مبكر من عام 1873 لمؤلف البحث في المبادئ الرياضية لنظرة الثورة على سمعة عالية إلى حد ما في الاقتصاد السياسي، لكنه ساهم في فصل الدراسات الاقتصادية التي أجراها كورنو من عن الفلسفة الرياضية الكامنة وراءها. مهما كانت مثير للاهتمام بالفعل، ومهما كانت قد تكون مهمة لاسيما من منظور نظرية التوازن الاقتصادي لوالراس وباريتو والتحليل لكورنو والاحتكار والمنافسة غير المحددة أو اتصالات الأسواق، وهو تحليل غير قبل بناء النماذج الرياضية للتفاعل، لا يمكن فهم أصالتها إلا بشرط ربطها بمفهوم جديد للرياضيات ناتج عن التأثيرات التي تخبرنا بها الهدايا التذكارية التي كتبها كورنو عام 1859. في هذا التاريخ أنهى كورنو كتابة أطروحاته حول تسلسل الأفكار الأساسية في العلوم والتاريخ سنة 1861. تأمل في اعتباراته في مسيرة الأفكار والأحداث في العصر الحديث 1872. قبل 8 سنوات ظهرت مقالته على أساس معرفتنا وخصائص النقد الفلسفي 1851. ومع ذلك فإن المقالة بالإضافة إلى الرسالة
وطور الأفكار نجد أصلها ليس فقط في أحد كتبه الأولى، الرسالة الأولية حول نظرية الوظائف والحساب متناهية الصغر 1841، حيث عاد بشكل واضح إلى أفكار نيوتن وليبنيز، ولكن أيضا في مذكرتين غير معروفتين، واحدة عن توزيع المدارات والمذنبات في الفضاء، والأخرى عن احتمالية الأحكام والإحصاءات. كلاهما سبق البحوث لعام 1838 ب10 سنوات، وأسس الاحتمالية الفلسفية مثل الواقعية النقدية تكون مفهومة تماما فقط إذا أخذنا في الاعتبار المكانة الأساسية التي خصصها للرياضيات بشكل أكثر دقة لحساب التفاضل والتكامل. في الرياضيات رأى كورنو سلسلة من التخصصات القائمة على مفاهيم معينة، دليل تم تقديمه بدقة مقيد بسلاسل صارمة، ثم كما أشار إلى برانشفيك مستشهدا في عدة مناسبات في مراحل الفلسفة الرياضية، عمل كورنو حول أصل وحدود المرسلات بين الجبر والهندسة سنة 1847. بين هذه المجالات المحددة جيدا تأتي أو يأتي ألف مسار للتواصل والتشعب لإظهار تنسيق الأساليب وتوسيع أفق تطبيقها وإيجاد حلول جديدة لمشاكل وإثارة مشاكل جديدة إلى عن طريق حدس تعدد المراسلات التي من المحتمل أن يتم إبرازها. بعد ذلك نأتي إلى نظرية الفرصة وامتداد الاحتمالية. ومع ذلك لم يكن فقط التغلب على اللامبالاة العامة أن تخلى كورنو عن التطورات الرياضية، لقد رفض في الواقع حصر العلم في الرياضيات البحت والفيزياء الرياضية لنيوتن وكانت في المنطق الجامد، الفيلسوف الذي بحث بعمق في مسألة شرعية أحكامنا. لوم كورنو بالتحديد على ازدراء كل ما لا ينطوي على استنتاج صارم لاعتبار غير مؤكد ودون قيمة منطقية، كل شيء لا يعترف يعني بالمظاهر المعضلية. لكن بالنسبة لدراسة الظواهر البيولوجية كما في الظواهر الاجتماعية التي تم إلحاقها مؤخرا بالوضعية، بدله أنه من الممكن المضي قدما عن طريق الاستقراء المحتمل وليس الإثبات المنطقي. ولكن حتى قبل أن يتسع أفقه العلمي بسبب فضوله الكوني العالمي، قد تسأل عن درجة احتمالية القوانين الرياضية التي تعتبر بمثابة فرضيات متخيلة لربط عدد معين من الحقائق التي تحتفظ بها الملاحظة، وأن الشخص الذي يعتبره من المحتمل أن يكون كذلك قادر على دمج الحقائق التي سيعلن عنها عبر ملاحظة لاحقة. كانت التجربة الحاسمة في هذا الصدد هي سبب تطور الفكرة، بينما كان في كلية جراي أو جراي كانت قراءة ما يعني معرض لابلاس، ولم يكن أقل حسم للقاء مع بواسون مؤلف البحث في احتمالية الأحكام سنة 1873، والذي يدون بصداقته بالانتقال في عام 1835 من التدريس إلى إدارة الجامعة، ثم تم تعيينه في عام 1834 أستاذ الميكانيكا والتحليل في كلية العلوم في ليون. تم استدعاء كورنو في العام التالي لمنصب رئيس أكاديمية غرونوبل مفتش العام للدراسات الرياضية. إن حياته المهنية على رأسه يعني مقاطعة ديجون التي غادرها عام 1862. إن عرض نظرية الاحتمالات 1843 عمل كورنو الأساسي، يجب مع ذلك أن يكون مرتبط بمجموعة البحث التي بدأها ببرنولي قبل قرن من الزمان، واستؤنفت في عام 1812 بواسطة النظرية التحليلية للاحتمالات، وقبل كل شيء بعد ذلك بعامين بقلم لابلاس مقال فلسفي عن الاحتمالات، والذي في الفترة بين 1815 و 1840 كان له ما لا يقل عن 6 طبعات. جورو الذي جعل نفسه مؤرخ لهذا البحث كتب في دراسة منشورة عام 1848 تطبيق حساب الاحتمالات على العلوم الأخلاقية وعلى وجه الخصوص على النقد التاريخي والفقه والتشريع والاقتصاد الاجتماعي بالنسبة للميتافيزيقا، هو أحد أعظم الأخطاء التي وقع فيها العقل البشري. أليس هذا مع ذلك هو المستقبل الذي كان لابلاس يأمل أن يكون وعدا بنظرية الاحتمالات؟ أليس هذا هو البرنامج الذي اقترحه كورنو على وجه التحديد وحاول تنفيذه؟ في كتاباته للشرح سعى إلى هدفين: أولا، جعل قواعد حساب الاحتمالات في متناول الأشخاص الذين لم يتعلموا الأجزاء العليا من الرياضيات، ثم لتوضيح القيمة الفلسفية لأفكار الصدفة والاحتمال والمعنى الحقيقي الذي يجب أن نفهم فيه نتائج الحسابات التي تقودنا إليها تطوير هذه المفاهيم الأساسية. على عكس لاكروا وفوري وبنايمي، كان يهدف كورنو إلى جذب اهتمام ليس فقط علماء الرياضيات ولكن الفلاسفة. هذه هي وحدة منهج كورنو والتي تؤدي إلى جعل الاحتمال عنصرا إيجابيا للمعرفة الأرجح فقط، مما دفعه إلى استئناف التحليل الكانتي لظروف المعرفة وشروطها، لتجاوز الشك الراديكالي لنقد العقل الخالص، لتعيين الفلسفة الهدف الوحيد للتقدير العقلاني للاحتمالات.
لا شك في أن كانت قد نجح في إثبات أن المطلق يفلت منا بشكل قاطع، لكن إذا كانت معرفتنا نسبية بمعنى أنها لا تصل إلا إلى العلاقات، فإن هذه العلاقات حقيقية. ما لم يكتب هنا فإننا نبالغ كوبرنيك في المثالية لدرجة الاعتراف بأن الفكر يخلق العالم الخارجي من الصفر. يجب أن نمنح ذلك إذا لم يكن هناك انسجام بين عناصر النظام. بعد يعني البحوث الاقتصادية حسب كورنو، في بداية البحوث يمر كورنو من خلال تعريف الثروة والأسعار المطلقة مقابل الأسعار النسبية، قانون السعر الواحد، ثم كشف النقاب عن صيغته الأولى، قاعدة العرض والطلب كدالة للسعر، يعني من خلال الطلب، إشارة للطلب والكمية والسعر. يفترض أن الوظيفة مستمرة ويأخذها كافتراض تجريبي بأنها دالة الطلب منحدرة إلى أسفل، قانون الدين، قانون الطلب، ويشرح في رسمها في مساحة كمية السعر. كما أنه يقدم فكرة المرونة لكن لا يكتبها في صيغة رياضية. من المهم لملاحظة أن وظيفة الطلب عن كورنو ليست جدول طلب بالمعنى الحديث منحنية. يلخص فقط العلاقة التجريبية بين السعر والكمية المباعة بدلا من العلاقة المفاهيمية بين السعر والكمية التي يطلبها المشترون. رفض كورنو اشتقاق الطلب من أي نظرية قائمة على المنفعة للسلوك الفردي، كما لاحظ أن الأفكار التبعية عن المنفعة والندرة والملائمة لاحتياجات والمتعة البشرية متغيرة وغير محددة بطبيعتها، وبالتالي فهي غير مناسبة لتأسيس نظرية علمية حول الاقتصاد. كان كورنو راضيا عن مجرد الاعتراف بأن الشكل الوظيفي يمثل السعر ويعتمد على فائدة المادة وطبيعة الخدمات التي يمكن أن يقدمها أو التمتع الذي يمكن أن يوفره عادة الناس ومتوسط الثروة وحجم توزيع الثروة. لكنه حاول أن يعقل مفهوم الاحتكار. بدأ تحليل كورنو الاحتكار بإدخاله المفهوم المنتج الذي يحقق أقصى قدر من الربح. قدم كورنو دالة التكلفة التي يمثلها، حيث هي الطلب أو الكمية، وناقش التكاليف المتناقضة والثابتة والمتزايدة. وضح رياضيا كيف يختار المنتج للإنتاج بكمية يشار إليها بالمشتق الأول لوظيفة التكلفة، وبالتالي حيث الإيرادات الحدية تساوي التكلفة الحدية، وبالتالي فإن التكلفة الهامشية هي التكلفة الإضافية أو الزيادة في التكلفة الإجمالية المطلوبة لإنتاج وحدة إضافية واحدة من الإنتاج، أو التخفيض في التكلفة الإجمالية من إنتاج وحدة واحدة. يعني قدم كورنو نموذجه الشهير الاحتكار الثنائي، شكل أبسط من احتكار القلة، حيث يسيطر منتجان فقط على السوق مع الميزات التالية: هناك أكثر من شركة وكل شركة تنتج منتج متجانسا، شركات لا تتعاون، شركات لديها قوة سوقية، هناك حواجز للدخول، تتنافس الشركات في الكميات وتختار الكميات في آن واحد، هناك سلوك استراتيجي من قبل الشركات. في نموذجه السعر هو دالة التناقص معروف لإجمالي الإنتاج، تعرف جميع الشركات العدد الإجمالي للشركة في السوق وتأخذ ناتج الشركات الأخرى على نحو محدد. كل شركة لديها دالة تكلفة، عادة يتم التعامل مع وظائف التكلفة على أنها معرفة عامة، قد تكون وظائف التكلفة هي نفسها أو مختلفة بين الشركات. يتم تحديد سعر السوق عند مستوى بحث يساوي الطلب على الكمية الإجمالية التي تنتجها كلتا الشركتين. تأخذ كل شركة الكمية التي حددها منافسوها كمعطى، تقيم طلبها المتبقي، ثم تتصرف كاحتكار، لا تضع نموذجا رياضيا بين منتجين متنافسين لمنتج متجانس. يدرك كل منتج أن القرار الكمي لمنافسه سيؤثر أيضا على السعر الذي يواجهه، وبالتالي على أرباح. لكن كل شركة تقرر بشكل مستقل مقدار الإنتاج والطرح في السوق، ومع ذلك يتم تحديد سعر السوق للسلعة من خلال دالة الطلب العكسي المطبقة على مجموعة ما تطرحه شركتين في السوق، وبالتالي يختار كل منتج كمية تزيد من الأرباح إلى الحد الأقصى وفقا لردود الفعل الكمية لمنافسه. اشتق كورنو رياضيا حلا محددا، حيث تتوافق الكميات التي يختارها المنتجون المنافسون مع ردود الفعل المتوقع لبعضهم البعض، ويوضح كيف يمكن رسم هذا التوازن على أنه تقاطع منحنيين في من خلال ردود أفعال. عند مقارنة الحلول يلاحظ كورنو أنه في ظل الاحتكار يكون السعر أقل وإجمالي الكمية المنتجة أكبر من الاحتكار. يتعامل مع هذه الرؤية موضحا أنه مع زيادة عدد المنتجين تصبح الكمية أكبر وسعره أقل. بعد ذلك هناك دعا كورنو إلى منافسة مثالية، قدم حالة المنافسة غير محدودة، أي عندما تكون كمية المنتجين كبيرة جدا بحيث يكون لدخول منتج فردي أو مغارته تأثير ضئيل على إجمالي الكمية المنتج، يمضي في اشتقاق الأسعار والكميات في هذه الحالة التنافسية الكاملة، ولا سيما إظهار أن السعر عند الحال يساوي التكلفة الهامشية كما هو محدد.
تم العثور على النتيجة من خلال تطبيق مفهوم كورنو في نظرية اللعبة. لا تتواجد الشركات في النموذج لتحقيق الاحتكار، ولكنها لا تزال تحقق أرباح أكبر مما كانت ستحققه في سوق تنافسية. من السمات الرائعة لهذا النموذج أنه مع إضافة المزيد من الشركات ينتقل السعر إلى سعر تنافسي، والذي يساوي التكلفة الحدية. بعد ذلك اتصالات الأسواق. وصف كورنو ما أسمى اتصالات الأسواق أو تجارة سلعة واحدة بين المناطق، وقام بتحليل يعني حالتين منعزلتين ومنتج واحد متجانس، موضحا أن تأثير فتح التجارة بين البلدين يؤدي إلى معادلة الأسعار، حيث يقوم المنتج الأقل تكلفة بالتصدير إلى الدولة ذات التكلفة الأعلى. حاول كورنو إثبات أن هناك ظروف سيؤدي فيها فتح التجارة إلى انخفاض كمية الإنتاج وانخفاض الإيرادات. أخيرا أقر كورنو بأن الحلول التي تم الحصول عليها من خلال نظريته التوازن الجزئي غير كامل، لقد أدرك الحاجة إلى أخذ الأسواق متعددة في الاعتبار ومحاولة حل التوازن العام، ولكن هذا من شأنه أن يتجاوز قوة التحليل الرياضي. وهذا الكلام ذكره كورنو سنة 1838. خاتمة، إذا أنطوان أوغستين كورنو عالم رياضيات واقتصاد، قام بتطبيق الرياضيات على مجال الاقتصاد. ليس بالضرورة لإنتاج دقة عديدة دقيقة بطريقة تنبؤية، ولكن بدلا من ذلك تقديم صياغة أوضح للعلاقات الاقتصادية. عمل كورنو والذي تضمن وصف سلوك الاحتكارات بتبسيط أنواع احتكار القلة واستخدام الدوال الرياضية ورسم العرض والطلب كدالة للسعر، اعترف به كأساس في المؤسس في الاقتصاد القياسي، وهو مجال يوفر معلومات حيوية للتنبؤ الاقتصادي على مستوى الأعمال الفردية وكذلك للاقتصاديات الوطنية. وبالتالي سمحت جهود كورنو الرائدة للاقتصاد بالتطور بطرق مكنت المجتمع البشري من الحفاظ على نمو اقتصادي صحي وتطويره، وبالتالي ساهم في رفاهية جميع الناس. بدأ كورنو ببعض الملاحظات الأولية حول دور الرياضيات المطبقة في العلوم الاجتماعية. كان يعتقد أن الاقتصاديين يجب أن يستخدموا أدوات الرياضيات فقط لوضع حدود محتملة وللتعبير عن حقائق أقل استقرار بمصطلحات مطلقة، ورأى أيضا أن الاستخدامات العملية للرياضيات في الاقتصاد لا تنطوي بالضرورة على دقة عددية صارمة، وأن هدفه استخدام الرياضيات هو مجرد توجيه تفكيره وتوضيح حجته بدلا من أن يؤدي إلى حسابات عددية. نشرت تحفته يعني مباحث حول مبادئ رياضية لنظرية الثروة، وترجم على أنها أبحاث حول المبادئ الرياضية لنظرية الثروة عام 1838. قدم في هذا الكتاب مفاهيم عن الاحتكار واحتكار القلة والمنافسة الكاملة في إظهار توازن لعبة احتكار القلة الخاصة به. قدم شكلا من الديناميكيات وتكون أفضل رد، حيث تختار كل شركة الكمية التي تزيد ربحها للحد الأقصى استجابة لإجمالي ناتج الصناعة في الفترة الماضية. من خلال هذا قدم أفكار الوظائف والاحتمالات في التحليل الاقتصادي. إذن كان كورنو عالم رياضيات في المقام الأول، لكن كان لديه بعض التأثير على الاقتصاد في عام يعني، حيث قدم أفكار الوظائف الرياضية والاحتمالات في التحليل الاقتصادي. لقد توصل عديد من الاقتصاديين إلى الاعتقاد بأن هذا الكتاب مبحث حول المبادئ الرياضية لنظرية الثروة هو نقطة الانطلاق للاقتصاد القياسي الحديث. قد اشتق كورنو الصيغة الأولى لقاعدة العرض والطلب كدالة للسعر، وكان أول من رسم منحنيات العرض والطلب على الرسم البياني، متوقع عمل ألفريد مارشال بحوالي سبقه بثلاثين عام. في الواقع ادعى مارشال نفسه أنه قرأ عمل كورنو عام 1868، واعترف عن تقويصها بتأثير كورنو في كتابه المدرسي لعام 1890، لا سيما في مناقشته لنظرية الشركة. بتزيل نظرية كورنو عن الاحتكارات مشهورة. كان كورنو أيضا مدرسا للاقتصاد السياسي والرياضيات لأوغست والراس وليون والراس. أقنع كورنو أوغست والراس بدخول مجال الاقتصاد السياسي. ادعى ليون والراس الذي درس عمل كورنو أن نظرية التوازن الخاص به لم تكن سوى تعميم متعدد للأسواق نظرية التوازن الجزئي لكورنو. ربما الأعمال الرياضية والاقتصادية هناك مذكرات وأبحاث وأطروحات حول أولوية نظرية الوظائف وحساب التفاضل والتكامل وعارض لنظرية الفرص والاحتمالات وحول أصل وحدود المراسلة بين الجبر والهندسة. وهناك مراجعة موجزة للمذاهب الاقتصادية، ولكن هناك أعمال فلسفية وخاصة مقال عن أسس معرفتنا وخصائص النقد الفلسفي ورسالة في تسلسل الأفكار الأساسية في العلوم والتاريخ. وربما
بحوث حول إمكانية تأسيس التعليم العام في فرنسا واعتبارات في مسيرة الأفكار والأحداث في العصر الحديث، وكذلك مناقشة المادية والحيوية والعقلانية ودراسة حول استخدام معطيات العلم في الفلسفة. هذا هو يعني كورنو، فيلسوف رياضي، عالم اقتصاد، وإبسيولوجي، ومؤرخ. أتمنى أن تكون هذه المداخلة قد أفادتكم. إلى اللقاء في مداخلة فلسفية علمية قادمة.